أهلا بكم أصدقائي في حلقة جديدة من سلسلة ميت سبورت الخاصة حصاد الأسبوع، وهذه أبرز العناوين. مبابي يهدد باستبعاد باريس من دور الأبطال، عقوبة القرصنة تهدد نجم برشلونة، كورتوا يصدم رسميا عشاق منتخب بلاده، أنور الغازي ينتقم من ماينز ويتبرع لأطفال غزة، كريستيانو يواصل هوايته بكسر الأرقام القياسية وهذه المرة خارج الملعب، فايزة العماري تنصح نجلها بتمثيل الجزائر، موقف إيجابي من فينيسيوس تجاه عرض أهل جدة المغري، عرض ضخم من ريال مدريد لضم نجم السيتي، ورسميا رحيل ثنائي الملكي وأربعة لاعبين جدد عن برشلونة. نجم إيطاليا على أبواب البارسا، مصري جديد يلتحق بصلاح في ليفربول، ووجهة مفاجئة لراموس في السعودية، والمزيد، فابقوا معنا. قبل أن نواصل هذا الفيديو، لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديد ميت سبورت. حصاد التوب 5. فيليب ريميرليغ انتصر مانشستر سيتي على إبسويتش تاون ليحقق حامل اللقب فوزه الثاني توالياً، وعلى نفس المنوال سارت ثلاثة أندية، وهي ليفربول بتغلبه على برينتفورد، وأرسنال على أستون فيلا، وبرايتون على اليونايتد. وفي الليغا انتصر سيلتا فيغو على فالنسيا ليتصدر بفارق الأهداف عن برشلونة الفائز بدوره على بيلباو، بينما استعاد بطل الموسم الماضي ريال مدريد توازنه بالفوز على بلد الوليد. أما في الكالتشيو فعاد حامل اللقب إنتر لسكة الانتصارات بفوزه على ليتشي، فيما خسر ميلان ضد بارما في انتظار مواجهة يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا والتي سيعتلي المنتصر فيها صدارة الكالتشيو. إلى البونز ليغا، وهناك انطلقت أولى جولات الموسم لتشهد فوز حامل اللقب ليفركوزن على مونشنغلادباخ، كما فاز بايرن ميونخ على فولفسبورغ وتغلب بروسيا دورتموند على أينتراخت فرانكفورت. نختم بالليغ وان، حيث واصل البطل بي إس جي انطلاقته القوية وحقق فوزه الثاني باكتساح مونبولييه، وحققت ثلاث فرق أخرى العلامة الكاملة وهي ليل بفوزه على أنجي، موناكو على ليون، ولانس على بريست. حصاد دوري روشن. إلى الكرة السعودية، وهناك دشن حامل اللقب الهلال انطلاقته في عودة دوري روشن بالفوز على الأخدود، كما تغلب اتحاد جدة على الخلود والأهلي على العروبة، فيما تعادل النصر مع الرائد. جوائز وأرقام. في حفل أقامته رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، توج فودين كأفضل لاعب في البريمير ليج بالموسم الماضي، وبالمر كأفضل لاعب شاب، وجاءت تشكيلة الموسم كما تشاهدون. ومن أرقام البريمير ليج لهذه الجولة، وبعد هز شباك إبسويتش تاون، يكون هالاند قد سجل في شباك 23 فريقاً التي واجهها في الدوري منذ انضمامه للسيتي، وبعد فوزه على أستون فيلا يكون أرسنال قد فاز بأول مباراتين له في الدوري دون استقبال أي هدف للمرة الأولى منذ 53 عاما، وبعد فوز تشيلسي على وولفرهامبتون بسداسية لهدفين بات ماريسكا مدرب البلوز أول مدرب في تاريخ البريمير ليج يقود فريقه للفوز بسداسية في أول مباراة له خارج أرضه. إلى البونز ليغا، وهناك عادل مولر رقم سيب باير كأكثر اللاعبين ظهورا مع بايرن ميونخ ب709 مباريات، وفي دوري روشن فشل النصر في تحقيق الفوز في مباراته الافتتاحية للموسم الثاني تواليا لأول مرة بتاريخه. جدل. لا يزال صراع مبابي والخليفي مستمرا، وبحسب صحيفة لوموند أحال اللاعب شكواه ضد باريس إلى اللجنة القانونية التابعة ليويفا واللجنة القانونية برابطة الليغوان، على خلفية عدم حصوله على أجور ومكافآت مستحقة بقيمة 55 مليون يورو، وهو ما قد يؤدي لفرض حظر على انتقالات الفريق الباريسي، كما يمكن أن يلجأ يويفا لسحب ترخيص النادي الخاص بالمشاركة في المسابقات الأوروبية لهذا الموسم. إلى فيرمين لوبيز، لاعب برشلونة الذي أصبح مهدداً بتوقيع عقوبة عليه من رابطة الدوري الإسباني بسبب متابعته مباراة فريقه ضد فالنسيا عبر إحدى منصات قرصنة المباريات على الإنترنت، حسب ما أوضحت صورة نشرها على حسابه بإنستغرام. هذا وأعلن المغربي أنور الغازي حصوله على تعويض مالي قدره 1.7 مليون يورو من ماينز بسبب القرار التعسفي من النادي الألماني في نوفمبر الماضي بفسخ عقد لاعبه بطريقة غير قانونية عقب مساندة اللاعب للشعب الفلسطيني عبر حساباته الرسمية. وأكد الغازي أنه سيتبرع بنصف مليون يورو من مبلغ التعويض لتمويل مشاريع لأطفال غزة. منوعات.
بسبب خلاف منذ فترة أعلن البلجيكي كورزوا أنه لن يلعب لمنتخب بلاده طالما يشرف عليه المدرب دومينيكو تيديسكو، كما أعلن عدد من اللاعبين اعتزالهم دولياً، وهم الحارس السويسري سومر، الدنماركي سيمون كيير، الألمانيان غوندوغان ونوير. وتلقى عشاق الريال خبراً حزيناً بإصابة بيلينغهام على مستوى العضلة الأخمصية الرقيقة في ساقه اليمنى، مع توقعات بعودته في نهاية سبتمبر المقبل. كما أعلن PSG إصابة غونزالو راموس في أربطة الكاحل وغيابه لثلاثة أشهر، وأعلن ميلان غياب موراتا لثلاثة أسابيع بسبب إصابة في عضلة الفخذ. وبحسب صحيفة ماركا، يتفاوض النصر السعودي مع سيرجيو كونسيساو مدرب بورتو السابق ليحل محل مواطنه كاسترو. وعلى ذكر العالم، أطلق نجمه الأبرز رونالدو قناته الشخصية على يوتيوب، وسرعان ما جذبت ملايين المستخدمين وحققت عديد الأرقام القياسية كأسرع قناة نمواً في تاريخ يوتيوب، حيث حقق أول 1,000,000 مشترك بعد 90 دقيقة فقط من تدشينها. ولاحقاً أصبحت الأسرع وصولاً إلى 10 ملايين مشترك، ثم 20 مليوناً، وحالياً تعدت حاجز 40 مليون مشترك. وفي أخبار أخرى، أعلن الاتحاد الفرنسي أن هنري ترك منصبه كمدرب للمنتخب الأولمبي لأسباب شخصية. وبحسب عدة تقارير، تشجع الجزائري فايز العماري نجلها إيثان مبابي على ارتداء قميص المنتخب الجزائري، لأن ذلك سيمكنه من التألق دولياً، وهي فرصة قد تأتي ببطء إذا كان ينتظر مكاناً في منتخب فرنسا. جديد أخبار الانتقالات، نبدأ بالصفقات الرسمية، حيث انتقل جواو فيليكس من أتلتيكو مدريد إلى تشيلسي، وكالاغر في الجهة المقابلة من البلوز للروخي بلانكوس في صفقتين منفصلتين. ورحل 4 لاعبين عن برشلونة، الأول غوندوغان إلى السيتي، والثاني ميكايل فاي إلى رين، والثالث لينغليت كمعار إلى أتلتيكو مدريد، والرابع فيكتور روكي معارا إلى ريال بيتيس. كما انتقل سيرجي روبرتو إلى كومو بعد نهاية عقده مع البارسا، وانضم نيرس من بينفيكا إلى نابولي، منير الحدادي من لاس بالماس إلى ليغانيس، أنس الزروري من بيرنلي إلى لانس، كالولو كمعار من ميلان إلى يوفينتوس. وأعلن برايتون ضم الفرنسي جورجينيو روتير من ليدز يونايتد، وأكد يوفينتوس تعاقده مع نجم فيورنتينا نيكو غونزاليس. كما أعلن أهلي جدة ضم البرازيلي ألكسندر داكوستا من فلومينينزي، ورحل ماريو مارتن عن ريال مدريد كمعار إلى بلد الوليد. كما ودع الشاب نيكو باز جماهير الملكي منتقلا إلى كومو. وللاطلاع على تفاصيل هذه الصفقات، ترقبوا الحلقة التالية من سلسلة ميت سبورت الخاصة بأقوى صفقات الصيف الرسمية. أما عن باقي أخبار الانتقالات، أكد فابريزيو رومانو اقتراب نابولي من ضم لوكاكو من تشيلسي وماكتوميناي من اليونايتد، كما أكد اقتراب خاميس رودريغيز من الانتقال مجانا إلى رايو فاليكانو. الشاب الإنجليزي صاحب الأصول المصرية ألفين أيمن ابن 16 عاماً الذي يلعب كقلب دفاع من وولفرهامبتون إلى ليفربول. وبحسب الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا، يقترب برشلونة من ضم كييزا من يوفينتوس مقابل 13 مليون يورو بإضافة المتغيرات، في حين أكدت شبكة ريليفو أن البارسا يستهدف مارك بوبيل ظهير ألميريا الأيمن. ووفقا لشبكة ESPN، لم يرفض فينيسيوس عرض الأهلي السعودي نهائيا، بل أجل قراره حتى نهاية الموسم، فيما تحدث موقع سبورتس كيدا عن استعداد ريال مدريد لدفع 100 مليون يورو لضم رودري من مانشستر سيتي، سواء بالصيف الحالي أو المقبل. وفي خبر مفاجئ من صحيفة نيويورك تايمز، يرحب صلاح بفكرة العودة لتشيلسي بعد انتهاء عقده مع ليفربول. ونختم كالعادة بميركاتو دوري روشن، حيث أكد لوران بلان أن البرازيلي جوتا خارج قائمة فريق الاتحاد وسيرحل رسمياً عن النادي. ووفقاً لفابريزيو رومانو، قدم الهلال عرضاً لضم كانسيلو من السيتي، وقدم النصر عرضاً للتعاقد مع المهاجم البرازيلي ويسلي غازوفا من كورينثيانز. كما أكد رومانو بأن الأهلي تقدم بعرض مبدئي للتعاقد مع أوسيمين مقابل 65 مليون يورو. ووفقاً للإعلامي السعودي أحمد الجدي، اتفق راموس بشكل نهائي مع نادي العروبة بعقد لموسمين.